إسرائيل تستجدي الهدنة وحركة حماس تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. خالد مشعل يؤكد المقاومة فاجأت إسرائيل بالصواريخ بعيدة المدى ولا يزال في جعبتها المزيد. اللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد أنه لا يشترط صدور أحكام ضد المرشح لشفبه وإنما ستعتمد الفرز اليدوي في الانتخابات الحالية. ومؤتمر الحوار السوري في طهران يختتم أعماله، ومجموعات مسلحة في حلب ترفض ائتلاف الدوحة وتعلن إقامة دولة إسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية. في اليوم السادس من الحرب على غزة بات من المسلم به أن إسرائيل تستجدي التهدئة وتطلب وقف إطلاق النار، وقد كلفت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية التوسط مع مصر للتوصل إلى تهدئة متبادلة تسبق وقف إطلاق النار. وقد أكد خالد مشعل في مؤتمر صحفي من القاهرة ذلك، وأضاف أن المقاومة لا ترفض التهدئة إنما تريد وقف العدوان وفك الحصار. في المقابل فإن الجانب الإسرائيلي يسعى وراء التهدئة لكنه يحاول تجنب تقديم أي ضمانات حتى لا يتجرع مرارة الهزيمة. وفيما يبدو فإن المفاوضات الجارية في القاهرة تقترب من إعلان اتفاق على مراحل ينص أولا على التهدئة، يليها بحث مطالب المقاومة الفلسطينية في فك الحصار عن غزة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار. ميدانيا اعترفت إسرائيل هذا المساء بسقوط أكثر من 100 صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية، مما يدل على قدرة المقاومة على الاستمرار في الضغط على إسرائيل، فيما كثف الطيران الإسرائيلي من غاراته على غزة مرتكبا المزيد من القتل بحق المدنيين والإعلاميين والأطباء. هنا ومن بين الركام كانت أنفاسهم الأخيرة تمتزج بطعم الموت والبارود، تجمعوا معا تحت سقف ظنوا فيه أمنهم، ولكن أبت آلة الحرب الإسرائيلية إلا أن تصنع منهم حكاية، حكاية موت تتكرر يوما بعد آخر في فصول الجريمة الإسرائيلية. الذنب الأطفال، الذنب الأطفال، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، الذنب الأطفال قاعدين بطول فيهم من تحت الأرض، وهنا فيهم الرمد، طول فيهم ناس، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، الذنب الأطفال الذين يموتون، حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا ساعة ما انضربت الهواية صرنا مش شايفين حاجة من كتر ما إنهم الأولاد اللي بيصوتوا والنسوان اللي بتصوت والدخان اللي طالع، الدخان انت ما انتش شايفه قديش مصيبه كانت كبيره. وبعدين في عندنا جيران كمان برضه اللي وراهم استشهد واحد وست من قلبه، واللي جنبه برضه استشهد كمان واحد من دار الدلو. آلة حرب متخبطة لا تفرق بين مدني وعسكري، تحاول تبرير فشلها في ساحة المعركة بحصد أكبر كم ممكن من الأرواح، ومجتمع دولي فشل بالقيام بالتزاماته القانونية والدولية لحماية المدنيين. هناك استخدام مفرط للعنف من قبل إسرائيل، وغالبية الشهداء والجرحى كانوا من الأطفال، حيث أن نسبتهم أكثر من 70% نساء وأطفال حصيلة هذا العدوان. هناك ثمت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة. هذه الجريمة بإبادة العوائل التي ارتكبها العدو الصهيوني بخاصة عائلة الدلو تدلل على درجة الإفلاس والعجز والتخبط التي يمر بها الكيان الصهيوني أمام القوة للمقاومة الفلسطينية، وهي أيضا محاولة صهيونية يائسة للبحث عن نصر مهوم.
وفي ظل استمرار التصعيد الذي يشهده الميدان هنا، إلا أن جهودا دولية مستمرة في لعب دور الوسيط بين حركة حماس وإسرائيل لمحاولة منها لتفعيل التهدئة، تهدئة في بند المجهول إلى أن يتم ضمان الحق الفلسطيني فيها. الاحتلال ربما يريد أن يخرج بماء الوجه من خلال وقف لهذه العمليات العسكرية وإحداث التهدئة بدون ثمن، وبالتالي يحاول هو يراوغ أن يطرح بعض الشروط، وقف ما يسمى بتهريب الأسلحة، وهذا طبعا غير وارد لأن المقاومة هي تصنع داخليا، هذا جانب من حق المقاومة أن تمتلك أي من الأسلحة لتدافع عن شعبها وعن نفسها. هنا كانت أم تنسج الدفء لأبنائها وطفل يلهو بلعبته، تم استهدافهم من قبل آلة حرب إسرائيلية قتلت أحلامهم، كما الحال في العام 2008 ويتكرر المشهد، فهل سيترك القتلة بالعقاب؟ غدا لقناة الكوت غزة. قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن العدو الإسرائيلي أراد من عدوانه المستمر على سكان قطاع غزة أن يختبر مصر 25 يناير وأن يختبر دول الربيع العربي. وكشف مشعل في مؤتمر عقده بالقاهرة عن أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو هو صاحب فكرة التهدئة مع حماس، مؤكدا أن حماس لن تقدم تنازلات، داعيا إلى اتخاذ قرار عربي ثوري ضد إسرائيل. إن فكروا بالزحف البري على غزة فسيكتشفون أنهم ارتكبوا خطأ قاتلا وحماقة. المقاومة الفلسطينية في جعبتها لا أقول الكثير من السلاح ولكن الكثير من البطولة ومن الإرادة ومن الإبداع والجاهزية. الرد على الجريمة الإسرائيلية أحدث مفاجأة للإسرائيليين، أربكت حساباتهم فحققت قدرا من التوازن يسمح لنا بمتابعة صمودنا ومطالبنا والدفاع عن شعبنا. مصر طلب منها من الأمريكان ومن أطراف أوروبية ومن الإسرائيليين مباشرة العمل على تحقيق تهدئة، هم اعتدوا وهم يطلبون التهدئة لأن حساباتهم لم تنجح بفضل الله بسبب بسالة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا. كل الاحتمالات مفتوحة، هذا عدو لا يراهن عليه، يعني احتمال أن يوقف عدوانه من خلال نجاح الإخوة في مصر بتهدئة تحقيق تهدئة كما تريد مقاومتنا الفلسطينية وشعبنا، واحتمال التصعيد وارد، وخاصة أنه في تباينات داخل المؤسسة الإسرائيلية بين نتنياهو اللي لديه حسابات معقدة تجاه الانتخابات وبين الجيش الإسرائيلي اللي حساباته أقرب إلى الميدان. نحن مستعدون لكل الاحتمالات وجاهزون لها. اختلفنا مع الإخوة في إيران حول الموضوع السوري، لنا رؤية مختلفة عن رؤيتهم، لكن هذا لا يعني القطيعة مع إيران، العلاقة مع إيران موجودة رغم الخلاف في الموضوع السوري، ولا ننسى ما قدمته إيران لنا من دعم طوال السنوات الماضية. قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الاثنين إن جهود مصر للتفاوض بشأن تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين بقطاع غزة مستمرة، وأن التوصل لاتفاق بهذا الصدد قد يكون قريبا. يأتي هذا فيما أعلنت جامعة الدول العربية أن وفدا مشكلا من 9 وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية التركي يقودهم أمين عام الجامعة نبيل العربي سيصل قطاع غزة للإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة. تحركات دبلوماسية عربية ودولية مكثفة بهدف وقف إطلاق النار والتوصل لتهدئة دائمة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والعدو الصهيوني الذي يواصل اليوم السادس على التوالي قصف المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع.
ما رفع ضحايا القصف إلى 93 شهيدا وما يقارب 700 مصاب. وخلال الساعات الماضية حثت الصين أطراف النزاع وخصوصا إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معتبرة أن إسرائيل تبالغ في استخدام القوة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين. الصين تعرب عن قلقها العميق من استمرار العملية الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة، ونحن ندين الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل، الأمر الذي يؤدي لقتل وجرح العديد في صفوف المدنيين. إن الصين تدعم وبقوة الجهود المصرية وجامعة الدول العربية الرامية لوقف إطلاق النار، ونحن ندعو الأطراف المنخرطة في الصراع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وفيما تواصل مصر مفاوضات الهدنة في غزة التي تتوسط فيها، أعلنت جامعة الدول العربية أن وفدا من 9 وزراء خارجية والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيتوجهون الثلاثاء إلى غزة للتضامن مع أهله الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ الأربعاء الماضي. أيضا أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو أنه سيشارك في الوفد الذي سيزور القطاع للتضامن مع أهله. واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بارتكاب أعمال إرهابية بقصفها لقطاع غزة. كيف يمكن لهؤلاء الذين يذبحون الأطفال أن يكون لهم مكان في العالم؟ هل يمكن أن نقول أن هؤلاء يحترمون الإنسانية؟ لهذه الأسباب أستطيع أن أقول إن إسرائيل دولة إرهابية وترتكب أعمالا إرهابية، وأقول لأولئك الذين يربطون بين الإسلام والإرهاب إنهم يغلقون أعينهم في مواجهة عمليات القتل الجماعي التي تتم لمدنيين عزل من بينهم أطفال في غزة. إلى ذلك دعا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى عقد قمة عربية عاجلة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وطلب عباس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما لوقف العدوان على غزة، موضحا أنه يتواصل مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل لبحث تطورات الأوضاع في غزة. يأتي ذلك في وقت دعا فيها الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى التعاون مع كل الجهود التي تقودها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. وقال في بيان صادر عن مكتبه أنه سيتوجه إلى المنطقة الثلاثاء سعيا لتحقيق هذا الهدف. وفي باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أجرى محادثة هاتفية جديدة مع الرئيس المصري، وأبلغه بتحرك وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فوري بين حماس وإسرائيل، وأكد له دعم فرنسا الجهود المصرية بهذا الشأن. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه اتصل بزعماء المنطقة سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وحذر من مخاطر توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية إلى هجوم بري. مبعوث المجموعة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير وصل المنطقة على عجل واجتمع برئيس العدو الصهيوني شمعون بيريز، ومن المقرر أن يجتمع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ودعا بلير إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف تهديد الصواريخ التي تطلق من غزة. تشاهدون في النشرة بعد الفاصل. الاتفاقية الأمنية متوافقة مع الدستور. أهلا بكم من جديد. أقامت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم بقصر العدل لتبيان أسباب قرارها القاضي بشطب 37 مرشحا من انتخابات مجلس الأمة المقبلة. رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل أكد أنه لا يشترط صدور أحكام ضد المرشح لشطبه، فسوء السمعة يكفي لشطبه. كما أشار إلى أنه تم اعتماد الفرز اليدوي في الانتخابات الحالية ولن تلجأ اللجنة للأجهزة الحديثة. عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن شطب 37 مترشحا من غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة، مؤكدة أن عدد المقبول ترشحهم وصل إلى 310 مرشحا ومرشح،
وأشار رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل إلى أن الحرص على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات هو ما دعا اللجنة لاتخاذ قرار الشطب، مستندا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تحول بين العضو أي شبهة مالية أو أي إساءة لحسن سمعته. وأوضح العجيل أنه وبناء على هذه الأسس تم فحص طلبات المرشحين وفق الضوابط والشروط التي أوجبها الدستور والقانون. وتطرق العجيل إلى صراحة النص في المادة الثانية من قانون انتخابات الغاضب بأن لا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، مضيفا أن هناك شرطا آخر تمليه الأصول العامة دون الحاجة إلى نص، وهو حسن السمعة باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب، ولكنه شرط لازم لتغلد المناصب البرلمانية، مؤكدا أن هذا الشرط لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح، وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي، وهو أن لا يكون قد اشتهر عنه قالة السوء فيما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار. كما أشار العجيل أن آلية الفرز ستظل وفق الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الآن التي تعزز الثقة في العملية الانتخابية. استقبلت المحكمة الإدارية اليوم عددا من الطعون تقدم بها عدد من المترشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012. الطعون اليوم جاءت بعد قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بشطب 37 مترشحا من بينهم عدد من النواب السابقين، ومن المتوقع أن يستكمل نواب سابقون إجراءاتهم خلال الأسبوع الجاري حيث لم يتقدم البعض منهم اليوم. تقدم 12 مرشحا اليوم للطعن بقرار شطبهم من قبل اللجنة العليا الوطنية للانتخابات، من بينهم عدد من النواب السابقين. وكانت اللجنة الوطنية أعلنت عن شطبها ل37 مرشحا وأبلغت المرشحين المشطوبين كتابيا بقرارها. وابتدأ اليوم عدد من النواب السابقين بتقديم طعونهم للمحكمة الإدارية المستعجلة، حيث تقدم عصام الدبوس وصالح عاشور وعسكر العنزي وسعدون حماد، فيما تبقى عدد منهم ومن المتوقع أن يتقدموا خلال هذا الأسبوع بطعونهم ضد القرار. كما تقدم عضوان من المجلس المبطل بطعونهما اليوم وهما نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي، فيما لم يتقدم العضو الثالث المشطوب من المجلس المبطل محمد الجويهي اليوم للطعن بالقرار. وكان عدد من المرشحين أعلنوا عن استمرار حملاتهم الانتخابية وندواتهم، معتبرين أن قرار الشطب قرار إداري سيلقيه القضاء بعد التأكد من أن القرار لم يستند إلى ما من شأنه الحول دون خوضهم للانتخابات المقبلة. أدان مجلس الوزراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية، وخلال اجتماعه الأسبوعي طالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة ضغطه على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان على الفلسطينيين وتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أدان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة ضغطه على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه بحق الإنسانية. كما طالب المجلس بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إرسال مساعدات عاجلة لتخفيف معاناة المتضررين الفلسطينيين. المجلس استعرض خلال الاجتماع تقريرا قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح حول نتائج الاجتماع 31 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا في الرياض، وشرح الوزير الحمود تفاصيل بنود مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي سبق لدولة الكويت التحفظ على بعض بنودها، مشيرا إلى أنه تم إقرار التعديلات المناسبة على موادها بما يتناسب والدستور والقوانين السارية المعمول بها في دولة الكويت. وأكد أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يخضع للإجراءات والأطر الدستورية المقررة التي تستوجب مصادقة مجلس الأمة عليها. واعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين بالموافقة على منح الجنسية الكويتية ل30 فردا وفقا للمادة 7 مكرر من قانون الجنسية، وهم أبناء لآباء كويتيين بلغوا سن الرشد،
والموافقة على منح الجنسية الكويتية ل28 فردا بموجب المادة الخامسة من قانون الجنسية، وهم أبناء لأمهات كويتيات مطلقات وأرامل. كما وافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بشأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيدا لرفعه لسمو الأمير. وأعرب المجلس عن تعازيه للحادث المأساوي الذي وقع في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا جراء تصادم قطار ركاب وحافلة طلابية في مدينة أسيوط. حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الكلية الدعوى الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة ومرسوم الصوت الواحد المقدمة من المحامي رياض الصانع إلى جلسة 26 من الشهر الجاري. ومن جانبها أجلت محكمة الجنايات قضية اقتحام مجلس الأمة لجلسة 26 من الشهر الجاري، والمتهم فيها أكثر من 60 شخصا بين نائب ومواطن. حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الكلية الدعوى الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة ومرسوم الصوت الواحد المقدمة من المحامي رياض الصانع إلى جلسة 26 من الشهر الجاري. ودفع المحامي الصانع خلال الجلسة بعدم دستورية تعديل نظام التصويت بمرسوم ضرورة، فيما ردت الحكومة خلال مرافعتها بأن موقفها صحيح قانونيا فيما يتعلق بمرسوم الضرورة فيما يخص الصوت الواحد، مطالبة بإلغاء الدعوى. أنا كان لي وجهة نظر أخرى، وهي أن هذه مراسيم الضرورة خصوصا فيما يتعلق في عملية الانتخابية لا يجوز لها أن تتصدى لعملية تعديل قانون الانتخاب، لأن هذا التفاف، خصوصا وأن المجلس على خلاف مع الحكومة وحل بسبب هذا الخلاف. طبعا الحكومة تتمسك بعدم اختصاص الدائرة الإدارية ولائيا في نظر الطعن، نحن نتمسك باعتبار أن هذا المرسوم ما يعتبر قانون وإنما يعتبر لائحة إدارية يستطيع القضاء الإداري أن يتصدى لها. ومن جهة أخرى أجلت محكمة الجنايات قضية اقتحام مجلس الأمة لجلسة 26 من الشهر الجاري، والمتهم فيها أكثر من 60 شخصا بين نائب ومواطن. وطالب دفاع المتهمين هيئة المحكمة بالحصول على نسخة من التسجيلات والصور المرفقة بملفات القضية. اليوم حضرنا أمام هيئة المحكمة الموقرة وطلبنا طلب تصوير أو نسخ السيديات والصور الملونة، الصور الموجودة أن تكون صور ملونة تسلم لنا. إلى الآن لم تكتمل الصورة، لم ننتهي من شكل الموضوع، شكل القضية إلى الآن. باقي أمامنا كذلك طلب شهود الإثبات، باقي أمامنا طلبات كثيرة، يعني ما زلنا في بداية القضية، احنا نراها أن ما زلنا في بداية القضية. إلى ذلك أجلت محكمة الاستئناف القضية المرفوعة من وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي ضد النائب السابق مسلم البراك إلى جلسة 16 من ديسمبر، وذلك للإطلاع. ويأتيكم بعد هذا الفاصل انسحاب من جمعية الدستور. أهلا بكم. غداة إعلان ممثلي الكنائس المصرية انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور في مصر والمكلفة بكتابة الدستور الجديد. أعلن 12 سياسيا مصريا انسحابهم من الجمعية. السياسيون الذين ينتمون جميعهم للتيار الليبرالي قالوا إن انسحابهم يأتي لأن اللجنة الخماسية المكلفة بصياغة الدستور لم تشكل بشكل محايد. تتوالى الانسحابات المستمرة من اللجنة التأسيسية للدستور المصري التي تكتب دستورا جديدا للبلاد بعد أن أعلن سياسيون وليبراليون انسحابهم من اللجنة التي يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفية. قرار الانسحاب جاء في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد على لسان عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة ورئيس حزب المؤتمر والعضو المنسحب من الجمعية التأسيسية. وبما أن عددا متزايدا متصاعدا من أعضاء الجمعية أعلن عن انسحابه، وفي ضوء ما نراه من أن عدم التجاوب أصبح هو القاعدة وأنه لم يصلنا
إلا كلام شفهي، فإحنا قلنا أمس في اجتماع عقدناه أننا سنؤكد انسحابنا اليوم، وأنا أعلن انسحاب هذه المجموعة اليوم من الجمعية التأسيسية. ويأتي انسحاب 12 من أعضاء الجمعية المئة بعد انسحاب 5 أعضاء من ممثل الكنائس المصرية الثلاث الكبرى، إضافة إلى 8 من 10 أعضاء في اللجنة الاستشارية التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب تجاهل مقترحاتهم. هنا أصبحنا في الجمعية العامة ممنوعين من نقاش مواد الدستور، إنما الجمعية التأسيسية نشأت أساسا لمناقشة مواد الدستور. كل ما عدا الجمعية العمومية هي لجان عمل، ليست هي التي تقرر الصيغة النهائية، ويجب أن تتقرر الصيغة النهائية في حضور الكل، وأيضا أن يستمع إليها الناس في جلسات مذاعة. الجلسات دي أقفلت في الأيام الأخيرة حتى لا يرى الناس الخلافات الضخمة الموجودة. وقال موسى أن الأزمة لا تتعلق بالشريعة كما يثار، مؤكدا أنه تم الاتفاق على صيغة ومضمون المادة الثانية، غير أنه تم إضافة مادة أخرى تتعارض مع هذه المادة، وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واتفق أعضاء اللجنة التأسيسية على بقائها دون تعديل في الدستور الجديد. ختام النشرة، وإليكم التذكير بأهم العناوين. إسرائيل تستجدي الهدنة، وحركة حماس تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. خالد مشعل يؤكد المقاومة فاجأت إسرائيل بالصواريخ بعيدة المدى ولا يزال في جعبتها المزيد. اللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد أنه لا يشترط صدور أحكام ضد المرشح لشطبه، وإنها ستعتمد الفرز اليدوي في الانتخابات الحالية. ومؤتمر الحوار السوري في طهران يختتم أعماله، ومجموعات مسلحة في حلب ترفض ائتلاف الدوحة وتعلن إقامة دولة إسلامية.